ولنقش ملف نفوذ الميليشيات في العراق وتعرضها للمصالح الأمريكية وردود الفعل الأمريكية حيال ذلك، خاصة بعد العقوبات التي فرضت على هذه الميليشيات. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياك الله. رغم تضارب الأنباء حول استهداف القاعدة الأمريكية في أربيل أو محيط مطار أربيل، ما الرسالة التي تريد أن توصلها الميليشيات بوصول صواريخ كاتيوشا لأربيل التي لوحت واشنطن بأن تسحب سفارتها إلى هناك من بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. الحقيقة هو هذا الاستهداف ليس الأول مرة، يعني سبق وأن استهدفت الميليشيات السفارة الأمريكية في بغداد عدة مرات، استهدفت قواعدها، وهذا الاستهداف الأخير هي رسالة موجهة للحكومة وإلى إدارة ترامب بأننا نحن القوة الموجودة على الأرض ونحن من يتحكم بالمشهد السياسي ونحن الرقم الصعب في هذه المعادلة، وبالتالي نحن لا نخشى أي قوة كانت طالما نحن نرتبط بإيران، وإيران هي من يرسم سياسة العراق وليس جهة أخرى. التصريح الأمريكي الحقيقة السفير الأمريكي أنا أستغرب أنه التصريح هو يقول أنه أصبحت المنطقة الخضراء ومطار بغداد تحت سيطرة الميليشيات. أنا أستغرب من هذا التصريح، ليش هو فقط مطار بغداد والمنطقة الخضراء تحت سيطرة الميليشيات؟ هو العراق بالمطلق يخضع إلى سيطرة الميليشيات، والميليشيات هي من يتحكم بالعراق من الشمال إلى الجنوب وسطوتها على كل مرافق الدولة، وبالعكس الحكومة هي الحلقة الأضعف والأصغر. والسفير الأمريكي يدرك جيدا ويعرف جيدا حجم الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات والسلاح المتطور التي لديها والسجون السرية. الآن اكتشف أنه المنطقة الخضراء ومطار بغداد يخضع إلى نفوذ أو سيطرة الميليشيات. أنا أعتقد أنه الميليشيات في العراق هي موجهة من قبل إيران أن تزعزع الوضع في العراق، وخصوصا استهداف بعض المصالح الأمريكية لاعتبارين. الاعتبار الأول أنه إيران الآن تراهن على هذه الفترة التي تسبق الانتخابات، اللي انه خلال شهرين الامريكان والمعروف عن الادارات الامريكية راح تكون الاولوية هي للانتخابات، اما الامور الاخرى تؤجل وتجمد. هذا هو الهدف من استفاء واستثمار هذا الوقت في هذه العمليات، على اساس اذا حققت هذه الميليشيات او ايران انتصار جزئي ممكن أن يكون ورقة ضغط على أمريكا في المفاوضات. سنتحدث عن هذه الأوراق التي يمكن أن تستخدمها واشنطن، لكن قبل ذلك انطلاقا من الكثير من التقارير، واشنطن تدرس خطة جديدة للتعامل مع العراق وتغيير سياستها ككل. ما طبيعة هذه الخطة وما سقفها الزمني، خاصة كما أشرتم على موعد الانتخابات الأمريكية؟ يعني هو احنا الان خطاب التصعيد الذي تقوم فيه امريكا والتي تهدد والتي اعلنت ستغلق سفاراتها، يعني انا بس فقط اريد اعرف هل هذا يندرج تحت باب التهديد ام فعلا هناك رغبه او نيه جديه كرد فعل حازم وحاسم لمعاقبه ايران ومعاقبه الميليشيات الموجوده في العراق، ام هي مجرد يعني فقاعات وبالونات تستخدم بين فترة وأخرى؟ لأنه أيضا حتى الآن ترامب من مصلحته أن يقوم بفعل من شأنه أن يحقق فيه انتصار معين حتى يتجير له في الانتخابات ويكون يجدد له الولاية الثانية، لكنه أيضا بنفس الوقت الآن في تقديري حتى عملية إغلاق السفارة الأمريكية هي مو نتيجة تهديد خشية أن تضرب، وإنما كان هناك مخطط أن تقوم هذه الميليشيات باقتحام المنطقة الخضراء واحتلال السفارة الأمريكية وحجز كل الموظفين العاملين بها كرهائن، على غرار سيناريو عام 79 في طهران عندما احتلت السفارة الأمريكية وأصبحت ورقة ضغط بيد الخميني ونظام الملالي. أيضا يراد من هذه العملية كان احتلال السفارة حتى تكون ورقة ضغط تضغط فيها إيران عندما تجلس على طاولة المفاوضات
في موضوع النووي وكيف نعم. تكون والحصار المفروض عليها. هذا دوليا، هذا دوليا، لكن ما تداعيات إغلاق السفارة الأمريكية والسفارات الأوروبية على حكومة الكاظمي التي عجزت عن تأمين المنطقة الخضراء بما فيها البعثات الدبلوماسية؟ طبعا التداعيات راح تكون خطيرة جدا على حكومة المنطقة الخضراء وعلى شخص الكاظمي، واحنا نعرف جيدا انه حكومة الكاظمي هي اضعف حلقة لانه في المشهد السياسي، لان الكاظمي صار اكثر من خمسة اشهر على سدة الحكم رغم الوعود التي صرح بها ورغم الالتزامات التي تعهد بها، لكنه لم ينجز اي شيء من هذه الوعود وبقت هذه الميليشيات. وكلنا نتذكر عندما استلم الحكم قال اول شيء يجب ان يكون السلاح بيد السلطه، بيد الدوله، ولا سلطه فوق سلطه القانون والدوله، ولكن ماذا فعل؟ بقت الميليشيات تسرح وتمرح، والعكس، هددت وقصفت وقتلت، وحتى قتلت الاعلاميين الذي سقطوا من بالهاشمي وغير الهاشمي، لم يقدم القتل الى العداله، وهو يعرف من هو القاتل ويعرف حجم ودور الميليشيات. نعم تداعياتها، اذا انسحب اغلقت السفاره الامريكيه حتما السفارات الغربيه ستحذو حذوها، لانها يعرفون جيدا انه السفاره الامريكيه عندما تسحب او تغلق السفاره هناك تداعيات سيتمخض من عن هذا الموقف تداعيات كبيره، ولذلك انا اعتقد انه بالمحصله اذا حصل اي احتكاك سواء بين الميليشيات والقوات الامريكيه الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي، لان ايران لا يهمها ان يتضرر العراق، وايران لا يهمها الدم العراقي، وبنفس الوقت امريكا نفس الشيء لا يهمها الدم العراقي، امريكا ستضرب بقوه عندما تتعرض مصالحها من قبل هذه الميليشيات، وايران تحاول بهذه الفتره ان تدفع بهذه الميليشيات ان تقوم بفعل معين من شأن ان يضعضع الوضع في امريكا، او باحرى يضعضع وضع ترامب بالانتخابات عسى ان يفشل، لانه يتراهن على بايدن، لانه الديمقراطيين كانوا اقرب الى ايران، وكان الحزب الديمقراطي علاقاته جيده مع ايران، ولذلك تمخض الاتفاق النووي اللي رفض ترامب. كل هذه الامور تصب في هذا الاتجاه، وانا اعتقد انه حتى ترامب يعني ينتظر الفرصة التي يستطيع فيها أن يضرب الضربة لهذه الميليشيات، وربما يختار وينتخب قيادات من هذه الميليشيات ويقوم بفعل معين لكي يحقق انتصار أمام الناخب الأمريكي، ويقول لن نسمح لأي تطاول أو تجاوز على قواتنا أو على مصالحنا. أستاذ مازن، المعذرة على المقاطعة، كيف يفسر تغير موقف الميليشيات حيال الهجمات على البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء؟ هذا الموقف الذي كان من العداء إلى المجاملة وحتى التنصل وتهرب من المسؤولية عن هذه الهجمات. أنا لا راقبت أنه كل الميليشيات وزعاماتها كانت تندد وتتبرأ من عمليات الهجوم اللي صار على السفارة الأمريكية. أولا هذا يعبر عن إفلاس هذه الميليشيات وحالة الرعب الذين يعيشونها، لأنه أيضا عملية قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كانت عملية كبيرة وبالنسبة لهم ضربة قاضية، وبالتالي يخشون أن يتكرر نفس السيناريو. هذا جانب. جانب آخر أنه بهذا التصريح يتوقعون أن يبعدون الأذى أو التهمة عنهم بالوقت الذي هم يعرفون جيدا، والأمريكان يعرفون كل الهجومات اللي صارت بالأقمار الصناعية موثقة بالتصوير، ويعرفون من أي جهة انطلق الصاروخ ومن أي جهة ومن هي الجهة ومن هو الفصيل الذي أشرف على عملية التنفيذ. فبالتالي هذه التصريحات هي أيضا لا تعبر لا على الأمريكان ولا على أي مراقب أو متابع سياسي. المعروف بأنه كل ما يجري في العراق هو بدفع من إيران ومن هذه الميليشيات، وأمريكا تعرف جيدا، وأمريكا هي تتحمل المسؤولية، هي التي سمحت للميليشيات أن تكبر وتنمو وتترعرع، لأنه أمريكا لو كان تريد أن تقضي على هذه الميليشيات لن تسمح لها بالتمدد، وكان تستطيع أن تقضي عليها بزمن قياسي معين، لكن أمريكا مثل إيران لا تريد للعراق الاستقرار، وتريد تبقى إيران عامل ابتزاز وضغط على دول المنطقة. إيران لم ينحصر إرهابها في العراق وإنما على كل المنطقة العربية، وبالتالي أمريكا هي المستفيدة. ولذلك أنا
أشكرك جزيل الشكر مازن التميمي الكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن للحديث عن تداعيات استمرار هجمات الميليشيات على البعثات الدبلوماسية في العراق.